زار رئيس حزب التوحيد العربي ويام وهاب رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، وتناول اللقاء التطورات المحلية والاستحقاقات المقبلة. واعتبر وهاب بعد اللقاء أن هناك شبه إجماع على حق لبنان في ثروته، وهذا الأمر يدفعنا بأن نستفيد من نقطة قوة لبنان وهي المقاومة. نتمنى أن تقرر الدولة ماذا تريد من هذا الملف، ويجب أن تقرر بشكل سريع. الأمريكي يدرك، الإسرائيلي يدرك بأن موقف المقاومة ليس للمناورة، وموقف المقاومة السياسي ليس للمناورة. المقاومة حتما بأنها جاهزة، ولكن على لبنان الرسمي أن يكون جاهزا. وأوضح وهاب أنه يجب وضع الخلافات السياسية جانبا وأخذ 4 أو 5 ملفات فقط، ومنها تأمين الدواء والاستشفاء ومعالجة موضوع الكهرباء ومعالجة موضوع استجرار الغاز المصري مؤقتا لإيجاد حل جذري لموضوع الكهرباء.